ساهمت فعاليات أيام العيد التي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال عيد الفطر المبارك واحتفاء بمناسبة اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية لعام 2024 ساهمت في تنويع المنتج السياحي وتعزيز المشهد الثقافي الغني لمملكة البحرين. وقد شهدت هذه الفعاليات اقبالا من الجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار المملكه من الاشقاء الخليجيين والعرب والسياح حيث اشتملت هذه الفعاليات على انشطه ترفيهيه وفنيه وثقافيه متنوعه بالاضافه الى باقات فنادق وسفر حصريه وعروض خاصه